فرحانه بزاف بزاف لاني كنتواجد في مدينه الجديده وفي مازاغون مع جمعيه راقيه اللي هي جمعيه الايادي البيضاء. فعلا السهره كانت جميله بزاف. بالنسبه عجبني اللي عجبني بزاف بزاف وان كان واحد الاقبال على الديفيلي اليوم بواحد الشكل زوين. يعني القفطان كان القفطان اليوم كان حاضر بقوه وانا فرحانه بزاف بزاف. انا في طور اعداد اغنيتي الجديده ديال المليار ان شاء الله. نتمنىها تنال اعجابكم ان شاء الله وتكون عند حسن الظن ديالكم دائما. نعم هذا العام غادي يكون اختلاف عند الفنانه زينه. هو اني هذا العام قررت انه ان شاء الله غادي يكونوا اغلبيه الاغاني عباره عن ديو مع فنانين عرب، يعني مصر الخليج، يعني غادي نحاول الريبيرتوار ديالي كله يتنوع ان شاء الله فنانين من العرب ان شاء الله، وغيكون معايا فنان مغربي. هو باقي جان وغادي غادي تكون مفاجآت زوينه ليكم نتوما. هو باقي جان قلبوا عليه. ان شاء الله غادي نمشيو ان شاء الله في القريب لمصر لان غيكون ديو ان شاء الله مع فنان معروف هناك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.